لو عندنا linear transformation اسمه T. T ده هينقلني من فيكتور سبيس V هيديني الفيكتور سبيس تاني اسمه ايه؟ اسمه W. يبقى انا عندي ال V ده وال W ده. انا هروح من ال V لل W عن طريق ترانسفورميشن linear transformation اسمه T. بنيجي نقول ايه هو بقى الكيرنل بتاع الترانسفورميشن ده؟ بنيجي نعرف ان الكيرنل بتاع الترانسفورميشن هو مجموعة الفيكتورز اللي موجودة فين؟ في الفي. بحيث ايه يا شباب؟ بحيث لما اجي اعمل الترانسفورميشن على الفيكتور ده يديني ايه؟ الزيرو فيكتور فين؟ في الدبليو. يعني انا عندي فيكتور هنا، الفيكتور ده اسمه في، الفي ده عملت ترانسفورميشن اداني مين؟ الزيرو فيكتور بتاع الدبليو. يبقى الفي ده لو ترانسفورميشن الفي اداني الزيرو اللي في الدبليو، يبقى ده معناه ان الفي ده جوه حاجه اسمها ايه؟ جوه حاجه اسمها الكيرنل بتاع مين؟ بتاع التي. يعني الكيرنل بتاع التي ده بنعرفه ان هو اي فيكتور اسمه في جوه الفي الكبيره دي. such that ايه؟ بحيث ايه؟ ان لما اعمل ترانسفورميشن على مين؟ على الفي يديني مين؟ الزيرو بتاع مين؟ بتاع الدبل. يبقى في الحاله دي ده اسمه ايه؟ كيرنل تي. يبقى اي فيكتور تجيب له الايمج يروح لايه؟ للزيرو. يبقى الفيكتور ده جوه حاجه اسمها ايه؟ جوه حاجه اسمها الكيرنل بتاع التي. طب بنيجي نقول بقى ان الكيرنل بتاع التي ده يعتبر ايه؟ يعتبر سب سبيس منين؟ من الفي. يعني ده يعتبر سب سبيس جوه مين؟ جوه الفي. ليه سب سبيس؟ عشان بيحقق الشروط بتاعت السب سبيس. والسب سبيس كان فيه كام شرط؟ ثلاثة. ايه اول شرط؟ الزيرو فيكتور. الزيرو فيكتور ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا مش انا عارف ان التي ده يعتبر لينير ترانسفورميشن؟ واحنا عارفين ان في خاصيه في اللينير ترانسفورميشن ان انا لو عملت ترانسفورميشن على الزيرو بتاع الفي هيديني مين؟ هيديني الزيرو بتاع مين؟ بتاع الدبليو، صح؟ مش اللينير ترانسفورميشن محقق الخاصيه دي؟ ان الترانسفورميشن لو اديته زيرو فيكتور في الفي هيديك زيرو فيكتور في الدبليو ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الزيرو فيكتور ده جوه ايه؟ جوه الكيرنل. ليه جوه الكيرنل؟ لان لما عملت ترانسفورميشن على الزيرو اداني الزيرو بتاع الدبليو، صح ولا لا؟ يبقى الزيرو ده جوه ايه؟ جوه الكيرنل. طيب تاني حاجه، افرض ان انا عندي يو وفي جوه الايه يا جماعه؟ جوه كيرنل التي. طب هو يعني ايه اليو جوه الكيرنل؟ ده معناه ان لو عملت ترانسفورميشن على اليو هيديني ايه؟ الزيرو بتاع الدبليو. طيب ولو عملت ترانسفورميشن على الفي هيديني ايه؟ برضه هيديني الزيرو بتاع مين؟ بتاع الدبليو. طيب ايه بقى اللي انا عايز اعمل له تشيك؟ المجموع. طيب المجموع ده يا جماعه هيديني ايه؟ يعني المفروض هنا ان المجموع ده علشان يبقى جوه الكيرنل، تمام؟ ده اللي انا عايز اعمل له تشيك. يبقى انا عايز اثبت ايه؟ انا عايز اثبت ان لو عملت ترانسفورميشن على مين؟ على اليو زائد الفي المفروض يديني مين؟ الزيرو، عشان يبقى اليو زائد الفي جوه الكيرنل هو كمان ولا لا؟ طيب دلوقتي هنا لو انا خدت الطرف الشمال اللي هو التي بتاع اليو زائد الفي، طيب بما ان التي ده لينير ايه؟ ترانسفورميشن،
يبقى تي ده يقدر ايه يتوزع، يبقى دي كانها تي يو زائد تي في. طب ما هي التي بتاعت اليو بكام؟ بالزيرو. والتي بتاعت الفي بكام؟ بالزيرو. لو جمعتهم هيديني ايه؟ الزيرو. يبقى ده معناه ان اليو زائد الفي هو كمان هيكون ايه يا شباب؟ جوه الكيرن. طيب ايه تالت شرط في السب سبيس؟ ها؟ ان لو اليو جوه الكيرنل. يعني ايه اليو جوه الكيرنل؟ يعني الايمج بتاعته بكام؟ بزيرو. طيب يبقى احنا هنا عايزين نثبت ايه؟ انا عايز اثبت ايه بقى؟ ان اليو ده لما اتضرب في الكي هيبقى جوه الايه؟ الكيرنل. يعني عايزين نثبت ان ايه؟ الايمج بتاع الكي في اليو هتديني ايه؟ زيرو. طيب فانا هروح واخد ايه؟ الليفت هاند سايد، هجيب الايمج بتاع الكي في اليو. يبقى الكلام ده التي يعتبر ايه؟ لينير ترانسفورميشن. يبقى اقدر اطلع الكي ده ايه؟ بره، هيديني ترانسفورميشن اليو. طب ترانسفورميشن اليو بكام؟ بزيرو، صح ولا لا؟ طيب واي رقم في الزيرو هيديني ايه؟ زيرو. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكي في اليو هيبقى جوه ايه يا جماعه؟ الكيرنل. يبقى ده معناه ان الكيرنل ده يعتبر ايه؟ يعتبر سب سبيس منين؟ من الفي. يعني الكيرنل ده يعتبر اوضه مقفوله على نفسه كده جوه الايه؟ جوه الفي. تمام؟ اي فيكتور جوه الاوضه دي لازم لو عملت له ترانسفورميشن يروح لمين؟ للزيرو فيكتور في الدبليو. طيب دلوقتي بقى هنا بما ان الكيرنل ده يعتبر ايه؟ يعتبر سب سبيس من الفي، يبقى احنا دلوقتي عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب بيزز وايه يا جماعه؟ و الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الكيرنل بتاع مين؟ بتاع التي. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب البيزز والدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الكيرنل ده. طيب هاجي اقول دلوقتي بما ان التي ده يا جماعه يعتبر ايه؟ لينير ترانسفورميشن، يبقى ده معناه ان التي ده اقدر اعمل له ايه؟ ريبريزنتيشن باستخدام ايه؟ ماتريكس اسمها ايه؟ الاي دي ام في ان. لو الترانسفورميشن ده كان بينقلني منين؟ من الار ان للار ايه؟ ام، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا اي لينير ترانسفورميشن بينقلني مثلا من الار ان للار ام اقدر اعبر عنه بماتريكس؟ طيب دلوقتي هنا بما ان اي فيكتور اسمه في جوه مين يا جماعه؟ جوه الكيرنل بتاع التي، هيحقق ان ترانسفورميشن الفي هيديك مين؟ الزيرو فيكتور بتاع الدبليو، صح ولا لا؟ طيب مش المفروض ان ترانسفورميشن الفي اقدر اقول ان هو الاي في الفي؟ صح؟ يبقى ده معناه ان الاي في الفي هي تديني ايه؟ زيرو. طيب لو الاي في الفي ادتني زيرو، يبقى ده معناه ان الفي هيبقى هو ايه؟ جوه ايه؟ ها؟ جوه هيبقى ايه؟ لو ايه في ادتني زيرو، يبقى الفي ده جوه ايه؟ ها؟ يا ابني جوه النال الايه؟ النال سبيس بتاع مين؟ بتاع الايه ولا لا؟ مش احنا لما بنجيب نال سبيس الايه كنا بنحل ايه اكس بيساوي زيرو؟ يبقى لو ايه في ساوت زيرو يبقى ده معناه ان الفي ده هو ايه؟ النال سبيس بتاع الايه؟ يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع التي هو مين يا جماعه؟
هو نفسه النال سبيس بتاع مين؟ بتاع الماتريكس A. يبقى ده معناه ان البيزز بتاع مين؟ بتاعت كيرنل التي هي نفسه مين؟ هي نفسه كانك تروح تجيب البيزز بتاعت مين؟ بتاعت النال سبيس بتاع الاي. و الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الكيرنل هي نفسها ايه؟ النالتي بتاعت مين؟ الاي. هي نفسها بنسميها النالتي بتاعت الترانسفورميشن تي. تمام؟ يبقى ده معناه ان النالتي بتاعت الترانسفورميشن هي الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الكيرنل. يبقى اللي انا عايز اقوله لك لغايه هنا ايه هو الكيرنل بتاع اللينير ترانسفورميشن؟ يعني ايه كيرنل؟ كيرنل ده حته من الفي، سب سبيس من الفي. تمام؟ بس الحته دي لازم كل الفيكتورز اللي جواها الايمج بتاعتهم تبقى ايه؟ تبقى زيرو فيكتور. لو اي فيكتور هنا جبت له الايمج اداك الزيرو فيكتور، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفيكتورز دي كلها جوه حاجه اسمها ايه؟ الكيرنل بتاع الترانسفورميشن ده. تمام؟ طيب الكيرنل بتاع الترانسفورميشن ده سب سبيس من الفي زي ما اثبتنا. طيب الكيرنل ده ليه ايه؟ ليه دايمنشن وليه ايه؟ وليه بيزز. طب الدايمنشن بتاعته اجيبها ازاي؟ احنا اخر محاضره قلنا ان احنا لو عندنا ترانسفورميشن بينقلنا مثلا من الار ان بيودينا فين؟ الار ام. نقدر نعبر عن الترانسفورميشن ده بصوره ايه؟ بصوره ماتريكس، صح ولا لا؟ لو عبرت عن الكلام ده بصوره ماتريكس يبقى الترانسفورميشن بتاع اي فيكتور هو الايه في الفيكتور. طيب الفيكتور ده لو جوه الكيرنل يبقى الترانسفورميشن بتاعه بكام؟ بزيرو. يبقى ايه في الفيكتور هيديني زيرو. طب ما ده كاني بحل النال سبيس بتاع الايه ولا لا؟ يبقى الكيرنل هو نفسه ايه؟ نال سبيس الايه. يبقى لو انا طلبت منك انك تجيب الدايمنشن بتاع الكيرنل او بيزز الكيرنل، يبقى الترانسفورميشن ده هتجيب الاول الايه بتاعته وبعد كده هتروح تجيب البيزز والدايمنشن بتاع مين؟ النال سبيس بتاع الايه دي. فاهمين يا جماعه؟ طيب تعالى ناخد مساله كده على الكلام ده. لو انا مثلا جيت قلت لك ايه؟ جيت قلت لك انت عندك ترانسفورميشن بينقلك من الار 2 بيوديك للار 3، وده يعتبر لينير. ايه يا شباب؟ لينير ترانسفورميشن. طيب اللينير ترانسفورميشن ده بتدي له فيكتور في ار 2 اكس 1 واكس 2، هو يحله لك لفيكتور في ار 3 بالمنظر ده، اكس 1 ناقص اكس 2 و0 ونيجاتيف اكس 1. طبعا هنا انا هاجي اقول لك فايند ايه؟ الكيرنل بتاع مين؟ بتاع التي. وفات ايه كمان؟ النالتي بتاع مين؟ التي. انت هتعمل ايه بقى عشان تحل المساله دي؟ الخطوات بتاعتك يا جماعه، اول خطوه عندي هعمل ايه؟ هروح اجيب الستاندرد ايه؟ ماتريكس ريبريزنتيشن بتاع مين؟ بتاع اللينير ترانسفورميشن ده، صح؟ طيب فانا هعمل ايه؟ هروح اقول ان الاي دي انت بتنقلني من الار 2 للار 3، يبقى الاي دي هتبقى كام في كام؟ ها؟ 3 في 2. ده اول كومبوننت كام؟ واحد وسالب اتنين. بعد كده زيرو زيرو، ودي نيجاتيف واحد، ودي كام؟ واحد. طيب بعد ما نيجاتيف واحد وزيرو، طيب بعد ما جبت الايه هعمل ايه؟ هجيب البيزز بتاعت ايه؟ النال سبيس بتاع مين؟ بتاع الايه. طب كنت بتجيب بيزز النال سبيس ازاي؟ كنت بتحل الكلام ده مع مين؟
مع الزيرو. طيب دلوقتي انا ممكن اجيب الصف ده تحت ماشي. لو انا جمعت ده على ده هيديني ايه؟ هنا زيرو وهنا نيجاتيف اتنين وهنا زيرو وده ايه؟ صفار. طيب ده بيقول لك ايه؟ ان نيجاتيف اتنين اكس اتنين بزيرو، يبقى اكس اتنين بكام؟ بزيرو. وده بيقول لك ان اكس واحد ناقص اتنين اكس اتنين بزيرو. طب ما اكس اتنين بزيرو يبقى اكس واحد بزيرو. يبقى ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان الاكس بتاعي هو مين؟ الزيرو. يعني المفروض ان النال سبيس بكام؟ يعني انت لما تيجي تجيب النال سبيس بتاع الماتريكس دي، النال سبيس بتاع الايه هيبقى فيه مين؟ هيبقى فيه الزيرو فيكتور بس، صح ولا لا؟ لان الحل بتاع السيستم ده هو ايه؟ هو الزيرو، مفيش غيره. يعني مفيش انفينيت سوليوشن هنا عشان اقعد افرض الفا وبيتا، صح؟ يبقى انا ما عنديش هنا غير ايه؟ غير الزيرو. يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع التي ما فيهوش غير مين؟ ما فيهوش غير الزيرو فيكتور. ده الكيرنل. طيب دلوقتي هنا لو انا عايز اجيب ايه؟ النالتي بتاع مين؟ بتاعت التي. المفروض ان النالتي بتاعت الترانسفورميشن هي نفسها النالتي بتاع مين؟ بتاعت الايه. طيب نالتي الايه بكام؟ نالتي الايه بكام؟ بزيرو. ليه بزيرو؟ مش المفروض ان الرانك بتاع الايه زائد نالتي الايه بيساوي العدد بتاع مين؟ بتاع الكولومز بتاع مين؟ بتاع الايه. طب ما هو رانك الايه في المساله بكام؟ اتنين. وعدد الكولومز في المساله بكام؟ اتنين. يبقى النالتي بكام؟ بزيرو، صح كده يا جماعه؟ مفيش فيكتورز جوه، صح؟ مفيش غير الزيرو فيكتور. يبقى مفيش فيكتور جوه النال سبيس، مفيش فيكتور جوه الكيرنل غير مين؟ غير الزيرو بس. يعني الزيرو بس في الترانسفورميشن ده، لو ده الار 2 وده الار 3 الكيرنل ما فيهوش غير مين؟ الزيرو فيكتور. هنا الزيرو فيكتور بس هو اللي هيروح لايه؟ للزيرو ده، تمام؟ يبقى الكيرنل ما فيهوش غير مين؟ ما فيهوش غير الزيرو فيكتور بس، تمام؟ طيب تعالى لو جينا اخدنا مسألة تانية. لو انا جيت قلت لك عندنا ايه؟ جيت قلت لك عندنا ترانسفورميشن بينقلنا من الار 3 بيودينا للار ايه؟ 2. ده لينير ترانسفورميشن. وجيت قلت لك ان الترانسفورميشن ده انت بتدي له فيكتور في ار 3 بالمنظر ده، هو بيحوله لك ليه يا جماعه؟ لفيكتور فين؟ في الار 2 بالشكل ده. طيب برضو نفس المطالب، انا عايز الايه؟ الكيرنل بتاع مين؟ التي. وعايز النالتي بتاع مين؟ بتاعت التي. فاحنا هنعمل نفس الخطوات. اول حاجه هتجيب ايه؟ الستاندرد ماتريكس ريبريزنتيشن. دي بتنقلك من ار 3 لار 2، يبقى الماتريكس هتبقى كام في كام؟ 2 في 3. طيب المفروض اول كومبوننت كام؟ 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. الثانيه نيجاتيف 1 2 3. طيب دي الايه بتاعتي. المفروض بقى اروح اجيب ايه؟ اروح اجيب النال سبيس. يبقى احل الكلام ده مع مين؟ مع الزيرو. فهجمع ده على ده، اجمع كده ده على ده يديك كام؟ زيرو. وده على ده يديك كام؟ واحد. وده على ده يديك كام؟ واحد. طيب انت هنا عندك كام معادله؟ عندك معادلتين، صح؟ في كام مجهول؟ في ثلاث مجاهيل. يبقى لازم تعمل ايه؟ لازم تفرض واحد. قلنا بنفرض ايه؟ اللي ما عندهوش ليدنج 1 اللي هو مين؟ اكس 3. يبقى انا هفرض اكس 3 دي بايه يا شباب؟ بالفا. طب اما افرض اكس 3 دي بالفا هعمل ايه؟ هروح اجيب بقى من هنا. المفروض ان المعادله دي بتقول لي ان اكس 2 زائد اكس 3 بكام؟ يبقى اكس 2 بكام؟
بنيجاتيف الفا. طيب المعادله دي بتقول لي ايه؟ ان اكس واحد ناقص اكس اتنين ناقص اتنين اكس تلاته بكام؟ بزيرو. طب ما هي اكس تلاته دي بكام؟ بالفا، واكس اتنين دي بكام؟ نيجاتيف الفا. المفروض بقى من هنا ان اكس واحد هيتساوي بوزيتيف اكس اتنين اللي هي نيجاتيف الفا، وزائد اتنين اكس تلاته اللي هي اتنين الفا. يبقى الكلام ده هيديني ايه؟ الفا. يبقى المفروض هنا يا جماعه ان انت لما تيجي تجيب البيزس بتاعت مين؟ مين؟ انت عندك اكس دي هتروح الناحيه الثانيه اكس 2 ماشي؟ دي نيجاتيف اكس 2. يبقى دلوقتي يا جماعه عندي الاكس بتاعتي هتبقى الفا في كام؟ اكس 1 بكام؟ بواحد في الفا، واكس 2 نيجاتيف 1 في الفا، واكس 3 1 في الفا. يبقى ده معناه يا جماعه ان 1 نيجاتيف 1 1 ده البيزس بتاع مين؟ بتاع النل سبيس بتاع الايه؟ او بتاع مين؟ الكيرنل بتاع التي. يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع التي كل الفيكتورز اللي جواه تقدر تكتبها بدلاله ده ولا لا؟ يبقى الكيرنل هو يعتبر السبان بتاع مين؟ بتاع الفيكتور ده ولا لا؟ لان اي فيكتور جوه الكيرنل لازم تقدر تكتبه كلينير كومباينيشن من مين؟ من البيزز، صح؟ يبقى الكيرنل هو يعتبر ايه؟ السبان بتاع ده ولا لا؟ طيب لو ده هو الكيرنل، انا دلوقتي بقى عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب النوليتي بتاع الترانسفورميشن. هي نفسها مين؟ النوليتي بتاعة الايه؟ هي نفسها مين؟ الدايمنشن بتاع الايه؟ بتاع الكيرنل. هيطلع بكام؟ هيطلع بواحد، لان البيزز ما فيهاش غير ايه؟ غير فيكتور واحد، تمام؟ ولو جيت تيجي تبص لها من هنا هتيجي تلاقي الرانك باتنين وعدد الكولونز بتلاته، يبقى النوليتي بكام؟ بواحد. يبقى هو ده الكيرنل وهو ده ايه يا شباب؟ هو ده البيزز والدايمنشن بتاعته ولا لا؟ معايا لحد هنا؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي لما اديك ترانسفورميشن اقدر اجيب الايه؟ الكيرنل بتاعه. طيب دلوقتي هنا بقى عايزين نتكلم عن حاجه اسمها ال 1 تو 1. بنيجي نقول يا جماعه ان المفروض لو انا عندي ترانسفورميشن تي بينقلني من الفي بيوديني الدبليو، وده لينير ترانسفورميشن، بنيجي نقول ان التي ده هيبقى 1 تو 1 امتى؟ التي ده هيبقى 1 تو 1 لو ايه اللي حصل؟ لو ترانسفورميشن الفي 1 ساوى ترانسفورميشن الفي 2 if and only if امتى؟ الفي واحد كانت هي مين؟ الفي اتنين. يبقى ترانسفورميشن ده هيبقى 1 تو 1. يعني ايه هيبقى 1 تو 1؟ فاكر انت في الفانكشنز، في الفانكشن مش الفانكشن كانت بتبقى 1 تو 1 امتى؟ لو كل اكس ليها ايه؟ واي واحده، وكل واي ليها اكس واحده، صح ولا لا؟ مش ده معنى كلمه 1 تو 1؟ اللي انت كنت عشان تعرف هي 1 تو 1 ولا لا كنت بتاخد هوريزونتال لاين تيست. طيب فانت عندك نفس الكلام، الترانسفورميشن ده انا قلت لك ان هو عامل زي الايه؟ عامل زي الفانكشن، ماشي؟ يعني كل اكس او كل فيكتور هنا بيروح لايه؟ لدبليو واحده، تمام؟ ده معنى كلمه ترانسفورميشن. يبقى ترانسفورميشن عامل زي ايه؟ عامل زي الفانكشن، كل اكس ليه ايه؟ واي واحده. طيب عشان بقى الترانسفورميشن ده يبقى 1 تو 1 لازم كل ايه؟ واي يكون ليها ايه؟ اكس واحدة، تمام؟ يعني لو وايتين طلعوا قد بعض يبقى لازم يكون ليهم نفس الايه؟ نفس الاكس. ما هي الفيهات دي هي الاكسات، والتي بتاعتهم هي الوايات، صح ولا لا؟ يبقى لو وايتين طلعوا قد بعض لازم ايه؟ لازم اكساتهم تبقى نفس الاكس. لكن لو اكستين مختلفين، ماشي؟ لو اكستين مختلفين راحوا لايه؟ راحوا لنفس الواي، يبقى ده مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى 1 تو 1.
يعني الترانسفورميشن ده بيبقى 1 تو 1 ماشي. لو ده سوى ده بس لو الفي واحد بيساوي 2 او ان التي بتاع الفي واحد ما بتساويش التي بتاع الفي 2 طالما الفي واحد مش قد مين الفي 2 ماشي. يعني تقدر تكتبها بالصوره دي او بالايه او بالصوره دي. طيب في عندنا بقى نظريه مهمه قوي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان التي ده يا جماعه ماشي هيكون 1 تو 1 ماشي. طبعا انا بتكلم عن التي اللي هو ايه لينير ترانسفورميشن من الفي للايه للدبليو. التي ده هيبقى ايه 1 تو 1 امتى؟ لو الكيرنل بتاع التي سوى ايه سوى الزيرو فيكتور بس. يعني لو النوليتي بتاعة الترانسفورميشن سوت ايه سوت زيرو. يبقى خلي بالك ان مثلا مسألة زي كده ترانسفورميشن زي ده لو انا جيت قلت لك هل ده 1 تو 1 هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله انا هروح اجيب الكيرنل بتاعه لقيت الكيرنل ما فيهوش غير مين الزيرو يعني النوليتي بزيرو يبقى ده معناه ان التي ده ايه ده 1 تو 1 ترانسفورميشن. طيب جيت في المساله دي سالتك هل التي يعتبر ايه 1 تو 1 هتعمل ايه؟ هتروح تجيب الكيرنل لقيت الكيرنل ما هواش الزيرو النوليتي ما هواش بايه بزيرو يبقى ده معناه ان التي مش ايه مش 1 تو 1. يبقى انا عشان اعرف اذا كان الترانسفورميشن ده 1 تو 1 ولا لا هعمل ايه؟ اروح اجيب الكيرنل بتاعه لقيت الكيرنل بتاعه ما فيهوش غير الزيرو فيكتور يبقى هو 1 تو 1. لكن لو لقيت في حاجه ثانيه غير الزيرو فيكتور او النوليتي بتاعته مش بزيرو يبقى هو مش ايه مش 1 تو 1. طيب ليه بقى الكلام ده؟ يعني عايزين نثبت بقى دلوقتي الحته دي ان الترانسفورميشن هيبقى 1 تو 1. يعني ايه 1 تو 1 اصلا؟ 1 تو 1 يعني ترانسفورميشن ده مش هيساوي ترانسفورميشن ده الا بس ايه يا جماعه الا لو ايه لو اللي جوه ده سوى اللي جوه. يعني مفيش اتنين ترانسفورميشن هيبقوا زي بعض الا لو الفيات بتاعتهم كانوا ايه بيساووا بعض ماشي. ده معنى كلمه ان هو 1 تو 1. عايزين نثبت بقى ان هو مش هيبقى 1 تو 1 الا لو الكيرنل بكام بزيرو. اثبت حاجه زي كده ازاي يا جماعه؟ ركز بقى معايا دلوقتي. بنيجي نقول افرض ان التي ده يعتبر لينير ايه يا شباب لينير ترانسفورميشن وافرض ان التي ده يعتبر ايه 1 تو 1 ماشي. يعني ايه 1 تو 1؟ يعني زي ما قلت لك لو التي ده ساوى التي ده يبقى ده معناه ايه ان الفيتين زي بعض. طب امال احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نثبت ان في الحاله دي كيرنل التي هيحتوي على ايه على مين الزيرو فيكتور بس. يبقى ده الجزء الاولاني من الاثبات ان انا عايز اثبت ان لو التي ده لينير 1 تو 1 يبقى لازم الكيرنل يبقى بكام بزيرو. طيب فاحنا بنيجي نقول هنا ايه بقى؟ بنيجي نقول ان افرض ان الفي ده كان فيكتور جوه مين الكيرنل
يبقى ده معناه ان ترانسفورميشن ال v هيبقى هو ايه؟ الزيرو، صح ولا لا؟ طيب دلوقتي يا جماعه، مش ال t ده يعتبر لينير ترانسفورميشن؟ يبقى ده معناه ان ال t بتاع الزيرو هيديني ايه؟ زيرو. طيب ده واحد وده اتنين، من واحد واتنين بما ان ال t يعتبر ايه؟ انا قايل لك ان هو ايه؟ 1 تو 1. طالما الاتنين دول ادوني نفس الايه؟ الحاجه، يبقى ده معناه ان ال v لازم يكون ايه؟ لازم يكون الزيرو فيكتور ولا لا؟ يبقى ده معناه ان اي فيكتور جوه الكيرنل لازم يكون ايه؟ يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع t هيبقى جوه مين؟ الزيرو فيكتور. يعني النالتي بتاعة الترانسفورميشن هتكون بكام؟ بزيرو. يبقى احنا دلوقتي اثبتنا ايه؟ احنا دلوقتي اثبتنا ان لو التي يعتبر ايه؟ 1 تو 1، يبقى الكيرنل لازم هيساوي ايه؟ الزيرو بس. ده اللي انا اثبته. طيب عايزين نثبت العكس. يعني ايه هثبت العكس؟ يعني هثبت ايه يا شباب؟ هنا هفرض في الجزء الثاني ان التي ده يعتبر ايه؟ لينير ترانسفورميشن، وهفرض ان ايه؟ الكيرنل بتاع التي جوه مين؟ الزيرو فيكتور بس. وعايزين نثبت ايه؟ ان التي هيكون ايه ساعتها؟ 1 تو 1. تمام؟ طيب دلوقتي هنا هقول ايه بقى؟ هقول هنا ان افرض ان انا عندي ترانسفورميشن اليو طلع قد مين؟ ترانسفورميشن الفي. يعني افرض ان انا عندي تو فيكتورز يو في، بحيث ان ترانسفورميشن اليو قد مين؟ ترانسفورميشن الفي. ماشي؟ يبقى احنا عايزين نثبت ايه؟ انه لازم اليو تساوي مين؟ في ساعتها، صح؟ عشان يبقى 1 تو 1. طيب بنيجي نقول هنا، يبقى ده معناه ان ترانسفورميشن اليو ناقص ترانسفورميشن الفي هيبقى بكام؟ طيب بما ان التي ده يعتبر ايه؟ لينير ترانسفورميشن، يبقى ترانسفورميشن يو ناقص ترانسفورميشن في هو نفسه ترانسفورميشن يو ناقص في ولا لا؟ صح؟ طيب دلوقتي يا جماعه، ترانسفورميشن حاجه هتديك الزيرو فيكتور، يبقى ده معناه ان اليو ناقص الفي هتبقى جوه ايه؟ كيرنل، عشان الترانسفورميشن بتاعها ايه؟ زيرو فيكتور. لكن الكيرنل بتاعك جوه مين؟ الزيرو بس. يبقى ده معناه ان اليو ناقص الفي لازم تساوي مين؟ الزيرو. يبقى لو اديت ده الناحيه الثانيه، يبقى ده معناه ايه؟ ان اليو لازم تساوي في. يبقى ساعتها ده معناه ان التي هيكون ايه يا شباب؟ 1 تو 1. يبقى انا هنا اثبتت ايه في الحته دي؟ اثبتت ان لو ايه يا شباب؟ لو التي ماله؟ لو كيرنل تي ماله؟ لو كيرنل تي جواه الزيرو بس، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان التي هتكون ايه؟ 1 تو 1. يبقى انا هنا اثبتت ان لو هو 1 تو 1 كيرنل بزيرو، ولو كيرنل بزيرو لازم يبقى 1 تو 1. يبقى ده معناه بقى ان من واحد واثنين
ده معناه ان T هيبقى 1 2 1 if and only ايه if الكيرنل بتاع T بكام يا شباب؟ بزيرو. او النالتي بتاع T بكام؟ بزيرو. ماشي. يبقى دلوقتي الترانسفورميشن ده هيبقى 1 تو 1 بشرط واحد بس لازم يتحقق، هو ايه؟ ان الكيرنل بتاع الترانسفورميشن ده لازم يبقى ميم، لازم يبقى بزيرو. طيب تعالى ناخد كده مساله على الكلام ده. دلوقتي يا جماعه لو انا جيت قلت لك ايه، لو انا جيت قلت لك مثلا عندك ترانسفورميشن بينقلك من الماتريسيز الام في ان بيوديك من الماتريسيز الان في ام، الترانسفورميشن ده بتديله ماتريكس ايه ام في ان بيروح يجيب لها الايه الاي ترانسبوز فبيحولها الماتريكس كام في كام؟ ان في ام. طيب بيجي يقول لك هنا هات ايه، هات الكيرنل بتاع التي، وهل التي ده يعتبر ايه 1 تو 1 ولا لا؟ هتعمل انت ايه؟ كل القصه هتقول لي علشان اجيب ايه الكيرنل بتاع التي. هو ايه تعريف كيرنل التي؟ كيرنل التي هو انا بدور على الماتريكس ايه اللي الترانسفورميشن بتاعها هيبقى بكام؟ بزيرو، صح ولا لا؟ طيب يبقى ده معناه ان انا عايز ايه؟ الاي ترانسبوز تساوي ايه؟ زيرو، مش الترانسفورميشن والاي ترانسبوز؟ يبقى لو اخدت ترانسبوز من ناحيتين يبقى انا عايز الاي هتبقى بكام؟ يبقى الاي هتبقى بزيرو. يبقى هي دي الاي اللي اتحقق ان الترانسفورميشن بتاعها بزيرو، صح ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع التي هيبقى جواه مين؟ هيبقى جواه زيرو ماتريكس بس ولا لا؟ لان الانهي ايه اللي الترانسفورميشن بتاعها بزيرو؟ هي الايه لما تبقى بزيرو. يبقى الكيرنل بتاع التي مفيش جواه غير مين؟ الزيرو ماتريكس، صح ولا لا؟ طالما مفيش جواه غير الزيرو يبقى ده معناه ان التي ده هيبقى ايه؟ 1 ايه؟ 1 تو 1. طيب لو انا اديتك مساله ثانيه، جيت قلت لك انت عندك مثلا الترانسفورميشن ده بينقلك من الفي للفي، ماشي؟ ده يعتبر سميناه قبل كده الايدنتيتي ايه؟ ترانسفورميشن، تمام؟ ايه الايدنتيتي ترانسفورميشن ده؟ بنيجي نقول ان الايدنتيتي ترانسفورميشن ده تدي الترانسفورميشن ده فيكتور يروح مرجع لك ايه؟ نفس الفيكتور. طيب بنيجي نقول هنا ام عايزك برضو تجيب ايه؟ الكيرنل بتاع التي، وبيسالك هل التي ده 1 تو 1 ولا لا؟ فبنيجي نقول لما نيجي نحل المساله دي هقول ان الفي ده هيكون فين؟ هيكون في الكيرنل. امتى؟ if and only if ترانسفورميشن الفي كان بكام؟ بزيرو. طيب مش ترانسفورميشن الفي هو الفي؟ يبقى انا عايز ايه؟ يبقى ده معناه ان الفي لازم تكون ايه؟ زيرو. يبقى ده معناه ان كيرنل التي جواه مين؟ الزيرو بس. يبقى ده معناه ان التي ده هيكون ايه؟ 1 تو 1. طيب لو انا جيت اديتك مساله تانية قلت لك ايه؟ جيت قلت لك عندك ترانسفورميشن بينقلنا من R5 يودينا لايه يا شباب؟ ل R4. و الماتريكس ايه دي؟ ماتريكس كام في كام؟ 4 في 5. طيب الماتريكس دي عباره عن 1 2 0 1 -1 2 1 3 1 0 -1 0 2 0 1.
0 0 0 2 8. يعني انا اديتها ترانسفورميشن وقلت لك دي الماتريكس ايه بتاعته. فايند الكيرنل بتاعت تي والنالتي بتاع ترانسفورميشن، وهل الترانسفورميشن ده 1 تو 1 ولا لا. هتعمل ايه؟ اشتغل عليها على طول. ماشي، يبقى المفروض ان احنا هنجيب ايه يا جماعه؟ هنجيب بيزز لمين؟ ها؟ للنال سبيس بتاع مين؟ بتاع الايه؟ يبقى احل الماتريكس دي مع مين؟ مع الزيرو، واحلها زي ما حلناها قبل كده. طيب هيطلع لك ان البيزز بتاعت النال سبيس بتاعت الايه هتطلع عباره عن نيجاتيف 2 1 1 0 0 و 1 2 0 4 1. يعني انت هتفرض هنا الفا وبيتا، تمام؟ طيب يبقى ده معناه ان الكيرنل بتاع التي هيبقى عباره عن ايه؟ السبان بتاع مين؟ بتاع الاثنين دول. والنالتي بتاع التي تطلع بكام؟ تطلع باثنين. وطالما النالتي مش بزيرو يبقى ده معناه ان التي هيبقى ايه؟ مش ايه يا شباب؟ مش 1 تو 1. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا الحته بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت الكيرنل وال1 تو 1. عايزين بقى دلوقتي نتكلم على حاجه ثانيه غير الكيرنل. الحاجة دي اسمها الرينج بتاع التي. دلوقتي يا جماعة لو احنا عندنا لينير ترانسفورميشن اسمه تي، التي ده بينقلنا من الفي يودينا فين؟ للدبليو. ده الفي بتاعي وده الدبليو بتاعي، وانا بتنقل من هنا لهنا باستخدام الترانسفورميشن او اللينير ترانسفورميشن اللي اسمه تي. بنيجي نقول بقى ايه هو الرينج بتاع التي. الرينج بتاع التي هو كل الفيكتورز اللي فين؟ اللي في الدبليو مش في الفي. بقى كيرنل كان كل الفيكتورز اللي في الفي، لكن الرينج هو كل الفيكتورز فين؟ اللي في الدبليو. اللي عندها ايه يا جماعة؟ هيبقى عندها بري ايمج فين؟ في الفي. يعني بنيجي نقول ان دبليو هيبقى فين؟ هيبقى في الرينج بتاع مين؟ التي. اف اند اونلي اف، ايه اللي اتحقق؟ ان الدبليو عبارة عن ترانسفورميشن فيكتور في، والفي ده فين؟ في الفي دي. يعني لازم عشان تبقى جوه مين؟ عشان تبقى جوه الرينج بتاع التي لازم الفيكتور اللي هنا اللي اسمه دبليو يكون جاي منين؟ يكون جاي من هنا. فيكتور هنا اسمه ايه؟ في. ماشي، لكن لو الدبليو ده فيكتور فين؟ مش في الرينج بتاع التي، يبقى الدبليو ده هيكون في حاجه اسمها ايه؟ قلنا قبل كده ان ده هيبقى في الكودومين بتاع مين؟ بتاع التي. يعني الفيكتورز دي يا شباب دي فيكتورز ايه؟ موجوده في الدبليو برضو، بس ملهاش ايه؟ ملهاش بري ايمج فين؟ في الفي. يبقى الفيكتورز دي بسميها ايه؟ بسميها فيكتورز موجوده فين؟ في الكودومين، لكن مش موجوده فين؟ في الرينج. يبقى انا دلوقتي باجي اقول يعني ايه رينج؟ رينج يعني مجموعه من الفيكتورز. عندك شويه فيكتورز هنا جوه الرينج، بس كل الفيكتورز دي ليها ايه؟ جايه منين؟ جايه من بري ايمج في الايه؟ في الفي. طيب يبقى احنا هنا بنيجي نقول ان رينج التي
ده عبارة عن أي فيكتور W جوه ال W دي. بحيث إيه؟ such that إيه؟ إن ال W هي image بتاع مين؟ بتاع V. وال V ده جوه إيه؟ جوه ال V ولا لأ؟ طيب دلوقتي بقى هنا يا جماعة برضو تخلي بالك من إيه؟ إن رينج ال T ده يعتبر إيه؟ ها؟ يعتبر سب سبيس منين؟ من ال W. زي ما الكيرنل كان سب سبيس منين؟ من ال V. طيب الرينج ده يعتبر سب سبيس من ال W. ليه؟ برضو عشان محقق إيه؟ ثلاث شروط بتوع مين؟ بتوع السب سبيس. إيه هما الثلاث شروط؟ أول حاجة يا جماعة، أول حاجة دلوقتي الزيرو بتاع W ده موجود فين؟ موجود في الرينج ولا مش موجود في الرينج؟ موجود في الرينج. ليه؟ لأن مش مش الـ V ده يعتبر إيه يا جماعة؟ الـ V ده يعتبر فيكتور سبيس؟ صح؟ يبقى ده معناه إن الـ V ده جواه إيه؟ الزيرو فيكتور بتاع الـ V ولا لأ؟ و الـ T ده يعتبر إيه؟ linear transformation. يعني لو عملت transformation على الزيرو هيديني إيه؟ هيديني الزيرو بتاع الـ W ولا لأ؟ يبقى ده معناه إن الزيرو بتاع الـ W عنده إيه؟ عنده pre-image اللي هي الزيرو بتاع الـ V ولا لأ؟ يبقى ده معناه إن الزيرو بتاع الـ W جوه إيه؟ range T. صح كده؟ يبقى أول شرط اتحقق، الزيرو جوه الإيه؟ الرينج. طيب تاني شرط، لو أنا فرضت إن أنا عندي W واحد و W اتنين جوه الإيه؟ جوه الرينج. صح؟ لو عندي W واحد و W اتنين جوه الإيه؟ الرينج. هاجي أقول إيه؟ هاجي أقول بما إن W واحد جوه الرينج يبقى أكيد ال W واحد ده جاي من ترانسفورميشن لفيكتور في واحد. صح ولا لا؟ و ال W2 جوه الرينج بتاع ال T. يبقى اكيد ايه يا شباب؟ اكيد ال W2 ده برضو جاي من ان هو الايمج بتاع V2. مظبوط؟ طيب دلوقتي بقى انا عايز اتشيك ايه؟ مجموعهم. صح؟ طيب مجموع الاثنين هيديك ايه؟ مش هيديك تي بتاع الفي واحد زائد التي بتاع مين؟ الفي اتنين. والتي ده يعتبر ايه؟ linear transformation. يبقى دي كأنها التي بتاع مين؟ في واحد زائد في اتنين. يبقى ده معناه ان دبليو واحد زائد دبليو اتنين هيبقى هو كمان عنده ايه؟ بري ايمج اسمها ايه؟ V1 زائد V2 في الـ V. يبقى ده معناه ان W1 زائد W2 هو كمان جوه مين؟ رينج T ولا لا؟ عشان هو جاي من V1 زائد V2. ايه اخر حاجه هنفرض ايه؟ ان W ايه يا شباب؟ واحد مثلا موجوده جوه مين؟ الرينج. طيب طالما W1 موجوده جوه الرينج يبقى ده معناه ايه؟ ها؟ ما W واحد موجودة جوه الرينج، ده معناه إيه؟ ده معناه إن W واحد دي أكيد إيه جاية من إيمج بتاع V ولا لأ؟ طب ما أنا عايز أتشيك إيه؟ كيف W واحد؟ طيب كيف W واحد؟ مش هي عبارة عن K في مين؟ T بتاع V واحد، والT ده يعتبر إيه؟ linear transformation. يبقى أقدر أدخل الـ K دي جوه؟ يبقى دي كأنها تي تي بتاع مين؟ كي في واحد. يبقى ده معناه ان كي دبليو واحد ده هو ايه؟ ماشي، ليه ايه؟ ليه بري ايمج فين؟ في الفي اللي هي كي في واحد ولا لا؟ يبقى ده معناه ان كي دبليو واحد ده جوه مين؟ الرينج. يبقى ده معناه ان الرينج بتاع التي حقق ثلاث شروط، يبقى يعتبر ايه؟ سب سبيس منين؟ من الدبليو ولا لا؟
صح؟ فاهمين يا جماعه ولا لا؟ يبقى ايه تعريف الرينج؟ مجموعه من الفيكتورز، بس اي فيكتور جوه الرينج لازم يكون ايه؟ جاي من فيكتور في الفي. تمام؟ طيب دلوقتي احنا ثبتنا ان الرينج ده هو كمان سب سبيس، يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ زي ما عملنا في الكيرنل، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب البيزز والايه والدايمنشن بتاعته. يبقى انا دلوقتي عايزين نجيب ايه؟ نجيب الايه يا شباب؟ البيزز وايه والدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الرينج بتاع مين؟ بتاع التي. صح كده؟ طب انا عشان اجيب البيزز والدايمنشن بتاع رينج التي هقول ايه؟ هقول دلوقتي بما ان التي ده يعتبر ايه يا شباب؟ لينير ترانسفورميشن، وافرض ان التي ده مثلا ترانسفورميشن بينقلك من الار ان للايه؟ للار ان. يبقى ده معناه ان التي ده اقدر اعمل له ايه؟ ريبريزنتيشن بايه؟ ب الستاندرد ايه؟ ماتريكس. ايه اللي هي ماتريكس ايه؟ ام في ايه؟ في ان. طيب دلوقتي بقى يا جماعه تخلي بالك ان لو الفي كان بيبلونج لايه؟ للرينج بتاع التي، يبقى ده معناه ان لازم ايه يا شباب؟ لازم نلاقي فيكتور اكس في الفي بحيث ايه؟ بحيث ان التي بتاعه الاكس تساوي الفي ولا لا؟ مش الفي ده عشان يبقى جوه الرينج لازم الفي ده يبقى جاي من فيكتور مثلا اسمه اكس، بحيث ان لما اعمل ايمج لده يطلع لي ده، يبقى ده معناه ان الفي جوه الرينج ولا لا؟ طيب الايمج بتاع الاكس هي مين؟ ايه في اكس ولا لا؟ بنيجي نقول هنا يا جماعه ان احنا نقدر نلاقي ايه؟ اكس امتى؟ لو السيستم اللي اسمه اي اكس ايكوال في كان ايه؟ ها؟ كان سولفابل، يعني ليه ايه؟ ليه حل. طيب وده هيحصل امتى؟ ده هيحصل لو الفي كان ماله؟ زي ما قلنا قبل كده كان بيبلونج لايه؟ للكولوم ايه؟ سبيس بتاع الايه؟ مش احنا قلنا لو الفي جوه كولوم سبيس الايه؟ يبقى ايه اكس ايكوال في ده هيبقى له حل؟ صح؟ يبقى امتى ايه؟ امتى ايه اكس ايكوال في هيبقى له حل؟ لو الفي جوه كولوم سبيس الايه؟ ساعتها السيستم هيبقى له حل، يعني هتقدر تلاقي اكس. طيب يبقى ده معناه الفي ده كان جوه مين؟ ها؟ جوه رينج التي. طيب الفي دلوقتي لازم يكون جوه مين؟ ها؟ جوه كولومن سبيس. يبقى ده معناه ان رينج التي هو ايه؟ الكولوم ايه؟ سبيس بتاع الايه ولا لا؟ زي ما كان الكيرنل هو مين؟ النال سبيس. يبقى خلي بالك ان الفي ده عشان يبقى جوه الرينج لازم الاقي فيكتور اكس محقق ان تي اكس يساوي في، وتي اكس هي اي اكس، يبقى لازم اي اكس يساوي في. يبقى الفي ده لازم يكون ايه؟ لازم يكون عشان السيستم ده يبقى له حل لازم الفي يبقى جوه كولوم سبيس الايه. طب والفي جوه رينج التي، يبقى لازم رينج التي يبقى هو ايه؟ كولوم سبيس الايه. طيب يبقى ده معناه ان الدايمنشن بتاع رينج التي هي ايه؟ دايمنشن الكولوم سبيس اللي هي مين؟
اللي هي رانك الاي اللي هي رانك التي صح؟ مش دايمنشن الكولوم سبيس كانت قد الرانك صح لا يبقى دايمنشن الرينج هي ايه برضو قد الرانك يعني هي نفسها ايه الرانك بتاع الترانسفورميشن ده يعني انا لو جيت اديتك مساله يا جماعه طبعا تخلي بالك الاول ان بما ان انت زمان كنت بتقول رانك الاي زائد نالتي مين الاي بتساوي مين عدد الاي الكولومز يبقى برضو رانك التي بيساوي ايه بلس ايه نالتي التي بيساوي مين عدد الكولومز صح طيب عدد الكولومز هي الاي دي كام في كام ام في ان صح عدد الكولومز ده هو مين هو الدايمنشن بتاع مين ها بتاع الفي مش الترانسفورميشن ده بينقلك من في لدبليو يبقى الاي دي ام في ان صح يبقى ال n هو عدد الكولومز ال a هو نفسه الدايمنشن بتاع مين بتاع r n اللي هي ال v ولا لا تمام تعال ناخد كده مساله على الكلام ده لو انا جيت قلت لك ايه لو انا جيت قلت لك عندك ترانسفورميشن بينقلك من r 5 ل r 4 و الستاندرد ماتريكس representation بتاعتك هي ماتريكس A 4 في 5 بالمنظر ده لو انا عندي ماتريكس بالمنظر ده جيت قلت لك find the range بتاع التي والرانك بتاع التي والنوليتي بتاعت التي وقلت لك هل التي ده يعتبر 1 تو 1 ولا لا فانت هتعمل ايه يبقى هنروح نعمل اليمنتري رو اوبريشن على مين على الايه كانك بتحل مساله ايه رو سبيس ونال سبيس وكولوم سبيس صح؟ فهتمسك الـ A تعمل عليه رو اوبريشن هتوصل الـ A للمنظر ده هتوصل لواحد اتنين زيرو واحد نيجاتيف واحد وزيرو واحد نيجاتيف واحد نص زيرو وهنا صفار وهنا نص وهنا اتنين وهنا زيرو 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 بالمنظر ده ده اللي انت هتوصل له خلي بالك بقى هنا ان الـ رينج او هات الاول البيزز بتاعت رينج التي هي البيزز بتاع ايه بتاع الكولوم سبيس بتاع مين بتاع الاي صح اللي هي اماكن ايه ليدنج وانز اللي هو الكولوم من ايه الاول والثاني وايه والرابع صح هروح اخدهم منين من الماتريكس الأصلية يبقى الكلام ده هيديني يا جماعة هيديني واحد اتنين نيجاتيف واحد زيرو و اتنين واحد زيرو زيرو و واحد واحد زيرو اتنين تمام طيب ده معناه انه ايه يا جماعة ان الرانك بتاع التي هو الرانك بتاع مين بتاع الايه طب ورانك الايه بكام بتلاتة يبقى ده معناه ان النوليتي بتاعت التي هي عبارة عن ايه عبارة عن عدد الكولومز اللي هو كام خمسة ناقص الرانك اللي هو تلاتة باتنين ما طلعش بزيرو
يبقى ده معناه ان التي مش ايه يا شباب؟ مش 1 تو 1 تمام. خلي بالك ان لو انا عايز رينج التي نفسه، رينج التي هو كولومن سبيس صح؟ يبقى رينج التي هيبقى مين؟ رينج التي هو نفسه مين؟ كولومن سبيس مين؟ الايه؟ هو السبان بتاع مين؟ بتاع دول ثلاثة فيكتورز دول صح؟ لان اي فيكتور جوه كولومن سبيس تقدر تكتبه الثلاثة الثلاثة دول صح يا جماعة ولا لا؟ يبقى انا كده قدرت اجيب ايه؟ قدرت اجيب الرينج بتاع الرينج بتاع التي ولا لا؟ طيب دلوقتي هنا عايزين نعرف حاجة اسمها الأونتو لينير ترانسفورميشن. بنيجي نقول لو التي ده يعتبر ايه؟ يعتبر لينير ترانسفورميشن بينقلني من الفي للدبليو تمام؟ بنيجي نقول ان التي ده يا جماعة هنسميه ايه؟ هنسميه اونتو. امتى؟ لو الرينج بتاع التي كان هو الدبليو. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان انت عندك ده الفي وده مين يا شباب؟ الدبليو. عندك الرينج ده قلنا ان هو ايه؟ هو حتة من الدبليو صح لا؟ بحيث ان اي فيكتور جوه لازم يكون جاي منين؟ جاي من حاجة هنا صح صح ولا لا؟ طيب لو الرينج التي ده كان هو الدبليو كلها، يعني رينج التي ماشي، ما كانش في حاجة اسمها ايه؟ ما كانش في حاجة اسمها ايه؟ كودومين ماشي. يبقى رينج التي كان هو نفسه الايه؟ الكودومين بتاع التي كان هو نفسه كل الدبليو. يبقى ساعتها ان التي ده هنسميه ايه يا جماعة؟ التي ده هنسميه اونتو. طب الكلام ده هيحصل امتى؟ الكلام ده هيحصل لو الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع رينج التي قد مين؟ الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الدبليو. طب دايمنشن الرينج هو مين؟ الرانك سوا مين يا جماعة؟ لو الرانك بتاع التي سوا الدايمنشن بتاع الدبليو يبقى ساعتها الترانسفورميشن ده هنسميه ايه؟ اونتو. يعني في المسألة اللي فاتت دي انت دلوقتي في المسألة دي عندك الرانك طلع بكام؟ ها؟ الرانك في المسألة دي طلع بثلاثة. طيب مش ده هو الدبليو؟ صح؟ ده مش قد ايه؟ مش قد الدايمنشن بتاع الدبليو، لأن دايمنشن الدبليو بكام؟ بأربعة. مش الدبليو في المسألة دي كانت قال أربعة؟ يبقى دايمنشن الدبليو كان أربعة. يبقى الرانك مش قد مين؟ يبقى الرانك مش قد الدايمنشن. يبقى الرينج هنا ما هواش ايه؟ الدبليو كلها. يبقى ده معناه ان التي في الحالة دي هتبقى ايه؟ في المسألة دي مش اونتو صح لا؟ يبقى امتى ترانسفورميشن هيبقى اونتو يا شباب؟ لو الرانك بتاعي يساوى ايه؟ لو الرانك بتاعي يساوى الدايمنشن. يعني الرينج كان هو مين؟ الدبليو كلها تمام. طيب لو انا جيت اديلك مساله كده جيت قلت لك ايه؟ جيت قلت لك لو انا عندي لينير ترانسفورميشن بينقلني من الار 3 للار 3
ده linear transformation. واللينير ترانسفورميشن ده ليه الستاندرد ماتريكس A 3 باي 3 B الشكل ده. تمام؟ طيب جيت سألتك هل التي ده 1 تو 1 وهل التي ده اون تو ولا لا؟ هتعمل انت ايه؟ يبقى انت هنا هنعمل elementary row operation على مين؟ على الـ A دي 001. انت هنا مش محتاج تعمل elementary row operation في المسألة دي. ليه؟ لأن هي جاهزة. هي معمول لها ايه؟ elementary row operation. ففي المسألة دي هتيجي تلاقي ان الرانك على طول بتاع الـ A هو الرانك بتاع مين؟ التي. هيطلع بكام؟ يبقى رانك التي بتلاتة. طيب بنيجي نقول هنا ان طبعا انت عندك ايه؟ الدبليو هي مين؟ الار تلاتة. يبقى ده معناه ان دايمنشن الدبليو هو دايمنشن مين؟ الار تلاتة اللي هو يبقى ده معناه ان الرانك بتاع التي قد مين؟ دايمنشن الدبليو. يبقى ده معناه ان التي هتبقى اونتو، صح ولا لا؟ طيب المفروض هنا النالتي بتاع التي هي النالتي بتاعه الايه، صح؟ طيب اللي هي عدد الكولومز ناقص الايه، الرانك، طلعت بزيرو. يبقى ده معناه ان التي هيبقى ايه؟ 1 تو 1. تمام؟ يبقى الترانسفورميشن ده طلع ايه يا شباب؟ 1 تو 1 وايه؟ وون تو. طيب تعال ناخد مسألة تانية. لو انا جيت قلت لك ايه؟ جيت قلت لك الايه، ماشي، يعني عندك ترانسفورميشن برضه بينقلك من ار 3 لار 3، ده لينير ترانسفورميشن، بس كانت الستاندرد ماتريكس ريبريزنتيشن بتاعته كانت ب 1 2 0 0 1 1 0 0 0. برضه دي ماتريكس معمول لها ايه؟ رو اوبريشن. يبقى انت من هنا على طول هتيجي تقول ان الرانك بتاع التي هو مين؟ الرانك بتاع الاي اللي هو كام؟ 2. ده مش قد مين؟ الدايمنشن بتاع الدبليو، لان الدبليو ار 3، يبقى الدايمنشن بتاعه 3. يبقى ده معناه ان التي مش اونتو، صح ولا لا؟ وخلي بالك من حاجه تانية، هي ايه؟ ان النالتي بتاعه التي هي النالتي بتاعه الاي، هي نفسها ايه؟ عدد الكولومز ناقص الرانك، طلع بواحد، ما طلعش بايه؟ يبقى ده معناه ان التي ده ماله؟ مش 1 تو 1، صح كده؟ طيب لو انا جيت اديتك اكزامبل تاني، جيت قلت لك التي ده ترانسفورميشن بينقلني من ار 2 لايه؟ لار 3، ده لينير ترانسفورميشن، والستاندرد ماتريكس بتاعته هتبقى عباره عن 1 2 0 1 0 0. هاجي اقول دلوقتي دي برضه مش محتاج تعمل لها رو اوبريشن. انت دلوقتي هتقول لي ان رانك التي هو رانك مين؟ الاي اللي هو 2. طيب والدايمنشن بتاع الدبليو هو الدايمنشن بتاع الار 3 اللي هو 3. يبقى ده معناه ان الرانك مش قد ايه؟ الدايمنشن. يبقى ده معناه ان التي ده مش ايه؟ مش اونتو. طيب دلوقتي النالتي بتاعه التي هي مين؟ هي نالتي الايه، يعني هتبقى عباره عن عدد الكولومز ناقص الرانك، طلعت بايه؟
يبقى ده معناه ان التي ده ايه؟ 1 تو 1 صح ولا لا؟ طيب لو انا جيت اديتك اكزامبل اخير قلت لك ايه؟ جيت قلت لك يا جماعه احنا عندنا الـ A 1 2 0 0 1 نيجاتيف 1 وجيت قلت لك ان انت عندك الـ T ده ترانسفورميشن بينقلك من الـ R3 للـ R2 ماشي ودي الستاندرد ماتريكس ريبريزنتيشن بتاعته وده لينير ترانسفورميشن. طيب في الحاله دي هتعمل انت ايه؟ هتروح تجيب مش محتاج برضو تعمل رو اوبريشن في المساله دي الرانك رانك التي هو مين؟ رانك الاي اللي هو هيطلع بكام؟ باتنين والدايمنشن بتاع الدبليو هو دايمنشن مين؟ الار 2 هيطلع بكام؟ ب 2 يبقى ده معناه ان رانك التي قد مين؟ قد دايمنشن الدبليو يبقى ده معناه ان التي ده هيكون ايه؟ التي ده هيكون اونتو. طيب النالتي بتاع التي هي مين؟ النالتي بتاعت الاي اللي هي عدد الكولونز بتلاتة ناقص الرانك باتنين هيديك واحد يعني مش بزيرو يبقى ده معناه ان التي ماله يا جماعة مش ايه مش وان تو وان. يبقى اللي انا عايز اقوله لك بقى من الاربع مسائل دول ايه؟ ان مفيش علاقة ما بين ايه؟ ما بين ان التي ماشي يكون 1 تو 1 والتي يكون ايه؟ اونتو. ليه؟ لان ده كان 1 اونتو و 1 تو 1 ده كان مش 1 تو 1 بس ومش اونتو ده كان مش اونتو بس ايه؟ 1 تو 1 وده كان مش 1 تو 1 بس ايه؟ اونتو. يعني ممكن يطلع اي حاجه صح ولا لا؟ يبقى الترانسفورميشن ده ممكن يكون ايه يا جماعه؟ اي حاجه مش شرط ان هو 1 تو 1 اقدر اقول ان هو اونتو او العكس. دي ليها علاقه بالرينج ودي ليها علاقه بالايه؟ بالكيرنل. طيب بنيجي نقول ان لو التي كان 1 تو 1 وكان كمان ايه؟ اونتو يبقى التي ده بنسميه ايزو مورفيز لينير ترانسفورميشن. يبقى لو انا قلت لك هل الترانسفورميشن ده ايزو مورفيزم ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الترانسفورميشن ده ايه؟ 1 تو 1 وانتو ولا لا؟ لو طلع 1 تو 1 وانتو يبقى هو ايه؟ ايزومورفيزم. لو هو طلع مش 1 تو 1 او مش انتو يبقى هو مش ايه؟ مش ايزومورفيزم. لينير ترانسفورميشن. يبقى احنا كده يا جماعه فهمنا الحته بتاعت الكيرنل والرينج. في حد عنده مشكله في دي الحته دي؟ كده خلصنا كده المره الجايه ان شاء الله.